بسم الله الرحمن الرحيم. الهامش الملتقى الإعلام في دورته الثانية دورة كلاودي برافو كاموس رسام الواقعية سوريالي نيكي لا أطيل عليكم. الملتقى هو كان جميل، كان رائع، كان ناجح بفضل الشركاء اللي آمنوا بالمشروع، بفضل يعني النخبة الفنية اللي اطرت هذا الملتقى هذا واللي نزلت ضيوف عندنا في تارودانت، فكنشكرهم زاجل الشكر على الثقة الفعالة اللي كيوضعوا في الجمعية المحمدية للفن التشكيلي باش تبقى مستمرة إن شاء الله، ويبقى العطاء وتبقى روابط التواصل بين هذه الفنانة وبين الجمعية، فهذا شرف لنا. دورة كلاودي برافو كاموس اللي ما اختصرت يعني على الصالون المحلي، لكن عبرت على يعني مسائل اللي هي فضاءات فكريه اللي شكلتهم على ندوات علميه، حاولت انها ما تقتصرش على الصالون، حاولت انها تنفتح للمجتمع المدني وجمعيات المجتمع المدني، اشتغلت على الطفوله باحترافيه وبتميز يعني وبكفاءه عاليه جدا، والحمد لله احنا سعداء لان الفنان المحلي كان ضمن هذا الصالون هذا، وكان كذلك اطفال محترف اطفال الوان، وهذه الصيغه هي الجديده. كنحاولوا ان شاء الله بما امكنت اذا كان الدعم مستمر غادي نخرجوا على النمطيه وغادي نتكلموا واحد اللغه اللي هي غادي نوحدوا بها الفن اونيفو ديال العالم. هذا الشيء ماشي مستحيل، لكن بالطاقه اللي عندنا بالانرجي اللي عندنا بالمعطيات اللي عندنا قادرين اننا نحطوا هذه المسائل هذو ان شاء الله تعالى باش نربحوا هذه المدينه هذه اللي بزاف ديال الحوايج كتقتصر لهم، لكن الان اليوم تارودانت غادي تعطي الصدى على المستوى العالمي ان شاء الله تعالى. شكرا، بارك الله فيكم.